ابراهيم صلاح، مبروك النهارده العوده لنادي الزمالك، مبروك الفوز، فوز كبير على الاسماعيلي النهارده. اه طبعا الحمد لله، بنقول مبروك لفريق نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك، النهارده فوز كبير على فريق محترم زي نادي الاسماعيلي، فالحمد لله على كل حاجه. النتيجه كويسه جدا، جايه بعد خسارتين في بطوله افريقيا، فكان لازم نقدر نعوض. والفريق كبير اعتقد ما بيخسرش ماتشين ثلاثه ورا بعض. النهارده الفريق رجع للطريق السليم، عندنا مباراه نهائي الكاس بعد اربع ايام، لازم ننسى الصفحه دي ومن بكره نركز في المباراه النهائيه ان شاء الله. بطوله بعد اربع ايام نضيفها لجماهيرنا، بقى لنا اربع سنين ابطال الكاس، هدفنا اللي جاي ان شاء الله البطوله الخامسه باذن الله. اللعيبه النهارده استعادت الثقه اللي كانت مفقوده بقى لها فتره، الحمد لله على كل حاجه. الاداء كان كويس جدا والنتيجه ما شاء الله كويسه جدا على فريق كبير زي النادي الاسماعيلي، فباذن الله المباراه النهائيه تكون من نصيبنا ان شاء الله. المكسب الكبير ده دايما بيعمل، مش عايز اقول دروب، بس بيعمل ارتياحيه، هل ده ممكن ياثر على النهائي؟ احنا بنلعب النهارده قبل النهائي، والمباراه اللي جايه النهائي البطوله مش في الدوري، هنقول احنا كسبنا ولسه هنعوض. ده بطوله الكاس في مباراه واحده، اعتقد اللعيبه النهارده عليها تأدي الضعف في المباراه اللي جايه، عشان احنا ابطال الكاس بقى لنا اربع سنين ان شاء الله. السنه دي تكون الخامسه لينا باذن الله ورا بعض، وباذن الله اللعيبه دي تقدر ترد على الناس اللي شككت فيها الفتره اللي فاتت. مجلس الاداره وفر كل حاجه للعيبه، الشهر مرتضى والمجلس كله مدعم بصفقات ما شاء الله كبيره جدا، اللعيبه كلها كانت متالقه الموسم اللي فات، السنه دي معانا، اعتقد يقدروا يدعمونا كمان في المباريات اللي جايه، فان شاء الله الفتره اللي جايه تكون كويسه جدا على نادي الزمالك. صفقات كويسه قدها نادي الزمالك هذا الموسم؟ انا لسه قايل الصفقات ما شاء الله كتيره وقويه، كلهم كانوا لعيبه مميزه في الموسم اللي فات، نتمنى من ربنا ان هم يدخلوا في وسطينا بسرعه ويبقوا اضافه قويه لفريق نادي الزمالك، كل واحد فيهم ليه اسمه الكبير يقدر يساعد الفريق ويساعد نفسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. زمايلك اللي مشوا؟ بقول لهم انتوا يعني قضيتوا معانا فتره من احسن فترات، اعتقد الروح كان انت مثال، انت مشيت وجيت. انا بعتبر نفسي مش حد جديد في نادي الزمالك، بعتبر نفسي ده بيتي، فاللعيبه اللي مشيت بقول لهم معلش ان شاء الله اللعيبه اللي راحت اعارات تقدر تموت نفسها وترجع نادي الزمالك. ونادي الزمالك بيحتضن كل اولاده، اي واحد لبس التيشيرت الابيض اعتقد الناس كلها بتحترمه وبتحبه، بقى لها معزه خاصه عند جمهور نادي الزمالك، فدي حاجه تحسب للعيبه دي كلها انها مسيره نادي الزمالك سواء سنه او اكتر، ان شاء الله يكون ربنا كاتب لهم الخير في اي مكان.